أسعد الله صباحكم وأسعد الله مساءكم أينما كنتم معكم إبراهيم إدريس في رحلة في ملامح من الذاكرة الإريترية يصطحبنا فيها الأستاذ النقابي الأستاذ صالح سليمان آدم في هذه الحلقة سنبحر ونخطو من مدينه كسله مع الاستاذ صالح في رحلته التي عين فيها كمندوب صحي في المنطقه السالسة ضمن الاربع مناطق التي كانت تعمل بها جبهه التحرير لاداره المعركه السياسيه والعسكريه في الاراضي المحرره في اريتريا. استاذ صالح شرحت لنا أنه طبيعة المناطق كنت ذكرت لنا قيادات المناطق وحددت لنا أنه ديناي كان موجود في محمود ديناي كان موجود في المنطقة الأولى وعمر الزاز كان في المنطقة الثانية وعبد الكريم كان عين في المنطقة الثالثة آه كما أيضا آه عمره كان موجود في المنطقة الرابعة أنتم الآن في تحت قيادة سلطة المناضل آه عبد الكريم آه ممكن تشرح لنا آه كيف كانت الإدارة؟ في المنطقة الثالثة من هم القيادات الأساسية للمنطقة الثالثة وكيف تدار وأين يقع جهاز الصحي في هذه الإدارة جميل شكرا جزيلا للمرة الثانية والثالثة طبعا بعدما خرجنا من كسلة طبعا تخرج عن منطقة اسمها حفرة هناك في رجل أقول تحدث عن طريقة الخروج عشان أذكر الشيخ علي هذا الرجل المناضل هذا الرجل المضياف وهو معبر كل مناضل خارج الميدان وداخل من الميدان لازم هذا المقر انطلع منه طبعا نزلنا من ولا عن طريق نزل في عد حصور ولحد ما نوصل ساوا وجمعنا نحن في كارع هذه هذه الرحله قبل الرحله انا حاجاوب اجاوب على سؤالك اولا اللي هو الهيكل التنظيمي للمنطقه كل المناطق عندها قيادات اساسيه هو يعتبر صف الرئاسة، سفر الرئاسة طول يتكون من رئيس. رئيس المنطقة. المنطقة، ونائب المنطقة، والمفوض السياسي، والمالي، والصحي، واستخبارات، في منطقتنا عبد الكريم، الشهيد عبد الكريم، ماضل، كان رئيس المنطقة، حامد. صالح أول كان معين حم جيمي الله يرحمه بعده لما حصل أحمد صالح بقى نائب, نائب, على نائب المنطقة كيه. وعين ونحن في طريقنا إلى إلى كل إلى مرتفعات مرتفعات آه و ولذلك حساي كان حساي. كان فوضى سياسي تبعنا و وهو ايضا لما تكونت المنطقة الخامسة في كان عندي كنت سجلتها هنا في في نهاية ستة وستين في نهاية شهر عشر أعتقد بالتحديد ولدك حسين سحابه محمد برهان بلاتة بقى المفوض السياسي المفوض السياسي <applause> واستمر معنا <applause> الشهيد المراضي الأحمد إبراهيم استشهد في تانكاليا الله يرحمه ويحسن هو كان استخبارات وامين مالي كان محمد درحان النداش رجل ايضا فريد وشجاع وبطل استشهد في اقوى واكبر معركه تعرف في معركه داندير هو وطاها استشهدوا هناك يمكن ما اقل من حسب التقرير اللي جيش كانت من من كل المناطق استبصلوا اثنين إيه مستشهد فيه أكثر من قائد الجيش السوبي مات فيه ومحمد برحان نقاش استشهد هناك بعد استشهاده إيه سليمان ديني بقى امين إيه مالي سليمان ديني الله يرحمه وايضا قتل بيد الامن إيه بتاع في في مقرايبه في التعذيب قتلوه ده ده اول قائد عسكري يقتل في سجون في التعذيب قتل ده بدون الناس اللي كنت قلت لك ام احمد اجر الله يرحمه طلعهم وكان فطرينهم كان في ف... شغال في ستايو كان ستايو هو, هو هو, هو وابراهام تولدي والد كان شغال في ابراهام تولتي و... وهو كان شغال مع طلعوا مع بعض من اعظم البلادين <applause> ده أه... هو <applause> امين المال بك بعد استشهاد عبد أه الرحمن النقاش أه الباقي المسؤول الصحي انت كنت مسؤول الصحي ولا لا لا المسؤول الصحي بعد ما توفى الله يرحمه أه ياسين من دافئ في 65 هم اللي بنحاول يطلعوا عن طريق بركه لسرايه استشهد هناك بدلوا عينوا أه سراج 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 عمر اعتقد سراج واردو توفى في اللاجئين هو بقى مسؤول السحي لسه جديد ايام ذاك انا يا دوب داعي دول اسمهم صنف الرئاسه صنف الرئاسه دول هذا ضد ديال القياده العليا للقياده العليا للمنطقه للمنطقه للمنطقه, للمنطقة. بعده في قواد الفسائل بعده قواد الفسائل في حكم دارات او قواد يعني خ... ال... الفصائل يجوا تحت هذه القياده تحت هذه ايام ذاك طبعا ما كان سرايا يعني ما في كتائب ما في برقعدات بعدين جبهه من تطورت أيوه. الل... جمعوا ثلاثه عدد... تل... فصيله مع بعض عملوها سريه جمعوا ثلاث سريات مع بعض عملوا لواء والى اخره أيوه. ايام ذاك كتيبه في الاول بعدين بقت لواء ايوه الفصائل اللي عملوها سريه من سريه الى الكتيبه من كتيبه اللي... الى اللواء كذا كان ايوه اللو... ف... اللواء, اللواء كان ثلاثه ايوه والسرية الكتيبة ثلاثة والسرية كانت ثلاثة فسائل ايوه ما ايام ذاك ما كان لسه عدو بحال العدد التقريبي للبداية اللي انت بدأت فيها للوحدة الإدارية للمنطقة الثالثة كم كم الجنود تقريبا؟ كنا نحن لما ما تحدثنا عن سير الاسم شنو نحن كنا لما تجمعنا في كارع كان فصيله بتاع عمر حيا الله يرحمه بتاع حم النقص وفصيله بتاع سعيد صالح مش السعيد صالح هذا سعيد صالح الثاني استشهد كان في لاعب استشهد وفصيله يمكن كنا اعتقد في سبعة ثمانية فسائل اعتقد كنا أنا ما قعدت ال طيب انت المهم كنا عدد لا انت وفيت و يعني وضعت الشكل التنظيمي لتركيبه المنطقه الثالثه كيف بدات المسيره اللي انت فيها وانت طالع للمرتفعات جميل اعتقد انا ولا محظوظ لانه أكون واحد من أول قوات تطلع إلى مرتفعات إريتريا أنتم أول أول ناس أول مجموعة عسكرية أول قوة عسكرية منظمة هاي. تتحرك إلى المرتفعات من المنخفضات في 66 66 الشهر دي شهر شهر 7 شهر 7 شهر 7 شهر, سبعة. سبعة. شهر سبعة. ايوه وسبقونا المنطقة الرابعة إلى المخفضات الشرقية على عمره الرابعة سبقتنا اتجاه ف فعمره ووحدته المنطقة عمرو عمر 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 الرابعة سبقتنا سبقت في اتجاه ال في اتجاه منطقتهم هم اي منطقتهم أيوه. انتم نحن كسحتوا من 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 بركه وقاش الى ايوه ايوه نحن قمنا تجمعنا في يكارع منطقه يكارع يكارع من يكارع أيوة. مشينا ل ل ل ل ل جبال ماريا من أيوة. عن طريق لماريا من نزلنا حبرو من نزلنا للساحل كل كنا نخلي في عبيت في الجيش الاثيوبي جالب ونمشي بعيد عن المدينه اخذ مننا مناطق وعره صعبه الوصول يمكن كم يومين كذا ناس ما اكلت لان ماشيين الجالب الثاني انت كلهم كانوا حاملين ذخيره بكميات كبيره لأنه احنا ما ما قد نستعمل ما ممكن تستعمل جبال لان حيكشف قال العدو عشان كذا انا اتذكر خيطوا لي شنطه من 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 قربه كذا مش مشمع هي حجمها كانت اكبر من حجمي لما شيلها ما 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 كانوا برنا عبينا بس في ما اعرف معنوي كان يخلي لي كل واحد ماخذ ما كذا كذا رصاصة وحمل كل اللي عندنا مع بعض وأخذ فترة طويلة من من الساحل جينا الساحل الشرقي قطعنا جينا في في حتة فيها واحد لقينا واحد إيطالي عنده عنده مشاريع زراعية هناك في هذا المنطقة بالضبط دي دي بعد ما تجاه أعتقد يعتقد أيوة. قحتيلا في الليل أيوة. تجي لها ذاك قعد معاه وقال انا ذكر صدف قعدت لها جنبه ايوه لانه قالوا ما تشرب مويه اول المويه مالحه يا ايوه ثاني عشان الناس ما اكلت قال عشان ما يسبب لهم يعني مقص ولا جابوا دقيق اخذوا منه دقيق حولوها زي كدا. ايوه شوربه كده هذا كل واحد كوبايه كوبايه انا صدفه قعدت معاه يقول لي انت انت ايه ما إنتوا ما إنتوا انت؟ بيسال اه يا آه، آه، سالك بتقنيه آه؟ بايطالي هو يعرف, يعرف إنجليز انجليزي انجليزي بيعرف يمكن يهودي ولا ما اعرف امريكي ما تعرف تعرف آه يا جريخ قلت له احنا انا آه، آه. وار باتريوتس وات وات ووت... جيت مقاتلين ايه باتريت قلت آه. له آه تعال قال قلت له حرب دي دتسيبيا يعني. آه قال هز راسه آه عداله هو اللي دار الدقيق وشو من تحركنا تحركنا قطعنا شارع الزلط بي بيقول يعني مشيت اتجاه قنده على كذا مشينا من تحت كذا في منطقه برضه في فيها مشارع زراعيه لما تبي إيه منطقة اسمها شو كانت دوي، هذا المنطقه هذه اللي كان فيها ابويا اللي طلع من اللي اللي المكان شالوهم. الان انت يعني الى منطقه اللي تربيت فيها واللي درستها وتعلمتها واكتسبت فيها الوعي الوطني، جيت كمناضل. كمناضل ذاك وذاك اللي اللي, اللي طلعوا مننا السالم سالم. اللي كان اللي هي الو... المجموعه الثانيه بعد, بعد شمسي تابع على بعد شمسي تابع على قندح ايوه ايوه تابع على قندح بس ايوه يعني بتلوك على البوليس كل مره كان يمشي هناك ياخذ فتره ويرجعوا زي ما قلت لك زمان من صنعاء في كان يمشي باسياس او فورت كودرنا أيوة. ياخذ فتره ايوه ويرجعوا ايوه جينا في المنطقه هذه حوالي الساعه 4 4 صباحا 4 مساء مساء حسب عمله بليله الناس اشتروا اشتروا اشترينا اشتروا مين اشتروا المناضلين المناضلين أيوة. اشتروا عبد الكريم معاكم كلكم موجودين؟ ها؟ كل الفساد يعني اربعه يعني ابا سبير خليفه ابا سبير كان معنا اوكي ابا أنا خليفة. ايوه خليفه هذا رجل رجل بطل يعني أيوة. مر... كان في في ايام في الرابطه اللي كان المناضلين بتاع بتاع الرابطه بتاع الرابطه يعني م... اوكي مقاتلي الرابطه يسمونهم ايوه تمام او وحدة الشباب كان وحدة الشباب منهم كان ايوه جينا حوالي الساعه 4 وكم؟ اشتروا من شريف وعبر, وعبر بليله ايوه بليلة قبل ما يتوزع العدو دخل العدو دخل الجيش الاثيوبي ايوه بقعه جبار انت دائما في 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 في, في 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 العسكريه اذا انت شفتها بعيد ايه ايه تقول تعلن العدو جاي ايوه إذا دخل تضرب تضرب سلاحك ايوه هاجمونا أيوة. بسرعه قالوا جاء جاء معانا كمان كان في محمد سعيد دبشك اسمه من عد كوكوي أيوة. نحن المنطقه الثالثه في مجموعه معانا كانوا من عد كوكي. عد كوكي هي منطقه برك العال أيوة. المحاده اللي لمنطقه سرايا بر. أيوة. برك العال اسمهم كان معانا محمد سعيد دبشك اسمه بعدين أيوة. اسمه واحد اسمه يدرس بوش أيوة. ابراهيم قطوب مجموعات كانوا معانا ايوه يا للاسف الشديد بعدين سلموا الإسيوبيا لما قتلوا سيدنا انا عشان ما اخطا في اسمه حاسكوت المهم سيدنا مين في بتاع دول قد اجبها لما قتلته قتلوهم قتلوا لي هذا سيدنا هو اجب قتلته السبب ناس ما تعرفوا قتلوا ايوه ما اعرف قتلوا لي. اوكي الجماعه تمرد سلموا نفسهم الإسيوبيا اول مره وهم سلحوا وجه يحاربوا اثيوبيا حرب الجواب أيوة. سعد على بقى سعد سعد ديب... وابراهيم ابراهيم من, قطين من... دم باي دم ايوه ايوه دول دول اللي سلموا نفسهم دم دول... كان معاهم دم قتيل قطين معاهم أيوة. دول دول من اشجع الناس قالوا ق... 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 عانى في دمبي. في مش معانا كل زي. لانه ذكرتني المعركه لما حصل ذكرت دبشك نمشي هذا سموه عشان بتاع البندقية اسمش الحكاية الواخرة البندقية أيوة اسمها دبشك دبشك ايوه قصيبة ايوه, أيوة. وشعره كده زي ما نقول افرق اول ما ضرب الطلقة زغرت اللي يقول زغرت لما المعركة تبدأ يزغرق. المعركة تبدأ يعني ويتقدم شكله من اشكال البطولة شجاع يعني ايوه 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 حصلت معركة بدأت هنا حوالي الساعة خمسة ستة حوالي المغرب خلاص جبار اتكسر يده كنت جبار والمعركة دارت أنا عاوز أتكلم عن حادثة كثير لفت نظري أيوة. خليفة محمد أباس في واحد اسمه صالح عرفة مساعد حقه القائد دائما القائد الفسيلات يكون عنده مساعد مساعد, مساعد قال سال عرفه انا كنت في في اليسار وسال عرفه بني صالح يقول له شوف لما نقرب العدو كلمني قال المغرب قال الله اكبر بدا يسال المغرب ايوه بعد شوية اقول له بس بير جماعه جو يلتفت السلام عليكم السلام عليكم يقاتل ايوه انا اشهد هذا الانسان ده هو يقاتل سال المغرب دخلنا فصل بيننا اولا لأن لك دائما القائد حقه لما يتهزم يتراجع صحيح. صحيح. ثانيا الليل بالليل ما ممكن تحارب لانه إيه ما تشوف العدو الا مصدر النيران وهذا في حاله ما تحارب وكان عندنا قنبل قنبل اسمه المضيء المضيء الاشعاع يعني ايوه شعر. ايوه لكن ما ما نستعمل يعني في ما, ما, في حاجه احنا اصلا ما عاوز نقاتل انتوا ما هاجمونا ايوه ما ممكن تقاتل يعني انت عندك زخيرة لازم تكون مستعد للمعركه ما ممكن تكون مستعد الا تكون معركه تخطط لها بنفسك ايوه والا ما ممكن تخش معركه لان يعني الذخيره ما تكفينا حتى نحن نقول سرايا ايوه ننزل بركه عشان نجيب زخيرة م. ولما ننزل بركه نحارب في المنطقه بتاع المنطقه الاولى ايوه كان يتعاون معنا حاج موسى اسمه رجل مناضل كبير اذا إيه هجمنا واستمرينا نتصرف في المعركه هذه مشينا لازم نطلع فوق نحن يعني ايوه ده وصلنا املة هذا اتجاه اتجاه مش نوع. املة اسمها املة عملنا اكبر معركه مع رويت دي معركه ثانيه الثانيه بداتوا المعركه الاولى جبتوا انتقلتوا منها لمعركه اسمه المعركه الثانيه دي انتم ما خططتوا لها برضه برضه ما أنا أنا هي أنا اللي هي اللي واجهتكم هي اللي واجهتنا فلازم تواجهوا لا. لازم لا تواجهوا تواجه. الجيش الجيش هم <applause> عاوزين يحاسبوا الثوره في منخفضات اريتريا وقضوا عليها هذا كان حاجة. الفكره الرئيسيه عشان بس المشاهد يكون يعرف اريتريا مقسمه الى مرتفعات ومنخفضات انتم أيوة. جايين من المنخفضات الى المرتفعات والخطه الاساسيه للجيش الاثيوبي أن يحاصروا الثوره في المنخفضات وانتم طالعين ما غرضكم الاساسي الاول المعارك بقدر ما تواجدكم التواجد السياسي كنتم لكن المعارك كانت تفرض عليكم عشان كده بدات تشرح لنا المباغته وكيف كيف ايوه تفضل هو زي ما تفضلت الجيش بكل قوة نزل في المنطقه دي الجيش الاثيوبي الجيش الاثيوبي لانه ما عاد تظهر قوى الثوره هنا ايوه لان المنطقه دي من ناحيه قربها للمدن ايوه مرتفعات ثاني حيأثر على اصحاب المنطقه نفسهم ايوه فهمت ولا المنطقه دي تسكنها المسيحيين وتسكنها المسلمين ومن تحت في مسوع تحت في عسمرة في كل شيء إذا الصورة دي هنا مفروض مفروض ما تنتهي الصورة يجب أن تنتهي في 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 مخفضات عشان كده نزلوا بقوة في المنطقة دي من معركة لمعركة لما جينا هناك في في أملة جيش كبير جيش جيش يسوي يعني يسبق يفوق توقعاتكم بكثير وملابس طبعا يعني أيوة. يعني جيش جيش نزاع جيش ملابسه في ملابسه في شكله كان يعتبر الجيش الثالث في افريقيا في هذه ايوه في أيوة. أيوة. في شكله في ملابسه بعدين عندهم يغنوا قداي قداي ما عارف عندهم تطول يضرب ابواق ابواق أيوة. أبو وهم هم هم يجوا أيوة. يحيروا جينا هنا ومعركه عنيف هذا نزلونا من هناك من شالونا احنا ما ما نحب. ما ما حبينا في تستمر في المعارك ما ما حبيت؟ ايوه حاربنا لكن انت لازم تحارب تحافظ على ال... انا اتذكر زم... زمان اول اول ما تخش المعركه يشوفوا انت عندك كم تلقى في اسم شنو ايوه وبعدين بعد بعد يسالوك يعني يسالوك كم, ك... ك... تلقى كم تلقى يعني ايوه كل شيء بالمقدار ايوه أه... الصراع هو انت أه... كيف تنشر قضيتك كيف تفهم المجتمع هذا ايوه قضيتهم صراع بيننا وبين هو مين يكسب الجماهير؟ الجماهير ده 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 كان اهم قضيه بالنسبه لنا نحن آه كيف نحن نكسب الجماهير مش كيف نكسبها كان حربنا من اجل كسب الجماهير كان اقوى من حربنا للتسارع العسكري على العدو معناه كذا كذا نقدر نفهم انه الثوره داخلة على مرحله جديده آه التحدي هو تحدي سياسي ادواته عسكريه والا انه المعركه الاساسيه هي معركه سياسيه وانتم في منطقه تعتبر فيها الكثافه الوجود الاثيوبي والقوى المعارضه للثوره هم في اكثر المناطق بده بده. تاريخيا في كل الثورات في هذه المرحله اللي هي المرحله الانتقاليه يعني كوبا جبال سيرا مايستر فيتنام وحده القوة السورية كلها من اجل المعركه الفاصله نسمع ايضا المرش بتاع ماو لبكين برضه كان اعد اليه بنفس الاعداد لانه بتقتحموا انتم مناطق خطيره يعني فهذه النقطه وهذه القوه هي تعتبر مفصل تاريخي في اطار جيش المعركه العسكريه اللي جابتها الاريتريه. بعد بعد استمر اللي قحايته جيلة في قحايته بعد ما بعد المعركه دي هذه قحايته برضو اكبر من اكبر المعارك اللي مات اللي مات فيها اللي فيها آه تلينت عمر تلينت عمر تلينت عمر رجل مشهور آه حتى بعد ما مات كرموه عملوه كورنيل و آه تلينت عمر اسم مشهور تابع ل كوماندوس 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 الاثيوبي لكن قوه اريتريه أيوه قوه إريتريا طيب عشان المشاهد هنا يكون واضح له انتم عندكم ثلاثه قوة على ما اعتقد في هذه المرحله اللي هي القوه الاولى الجيش الاثيوبي معاه الكوماندوس جيش اريتري اثيوبي وايضا الميليشيات دي الثلاثة قوى اللي انت قاعد تواجه بها مجموعة من مجموعة من الفصائل اللي هي في اطار الوحده الاداريه المنطقه الثالثه. طيب حدثنا عن هذه المعركه. جميل. ديك كانت اقوى من المعركتين الاولى، المعركه ديك اللي بتاعت الصوت كانت كبيره والمواجهه برضو ما كانت متكافئ 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 وصول التكافؤ ما موجود اصلا أيوة, أيوه. معدين نفسكم لعمل سياسي اكثر من عمل عسكري عسكري يعني ما كان فيها تكافؤ ف... لا من حيث العدد ولا من حيث العده الزمان و... هنا كان كان متى بعد شهرين ثلاثه أيوه. شهور لا لا بعده بعده في نفس الشهر في نفس الشهر بعد نتكلم احنا على شهر سبعه ثمانيه في شهر في نفس الشهر سبعه نحن عملنا ثلاثه معارك ورا ورا بعض دي ورا بعض ايوه نحن جينا نتكلم المعركه هذيك المعركه الثانيه، نحن قاعد نسحب فوق وهم أي. عاوزين يرجعوكم يردونا ايوه نحن جينا في وقحيته حوالي منطقه في سباطو في وقحيته اعتقد صباحا ايوه في الصباح وبعدين رسلنا ثلاثه عمر محمد ايوه وبلاد بلاد منته رجل المنعدل ايوه من منطقه أسباب بلاد بنت جبرت ايوه واحمد ابراهيم الشهيد اللي كنت بتاع استخبارات عسكريه في استشهد في دانكاليا في دانكاليا وتهالت... مجموعه سيد حسين ايه مع المجموعه اللي كانت أيوة, تشت... ايوه 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 وت... و و و صعدوا عمر وشو أيوة. عمر صعدوه هاي صعدوه الثلاثه دول مشوا للاستطلاع ويكلموا القرى عشان على الاقل يجيبوا لنا اكل ايوه دعم و... جاء اول ما مشوا تتذكر اسماء القرى؟ اسباطو اسباطو قحيتو قحيطو يمكن عشان الناس تعرف قحيطو منطقه تاريخيه ايوه فيها مسلات فيها مسلات تاريخيه مسجله في في يونسكو في اليونسكو كلام صح ايوه جينا هناك هم لما لما تحركوا سيد عمر جاء في 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 الحته اللي كنا في سمع عبد الكريم موجود وصل بدخ ايوه و... عبد الكريم اسم يرعب القيادات العسكريه هذا عبد الكريم كان موهب عبد الكريم هو الرجل اللي قال له عبد الكريم اللي فالو ساتر يامر أتكاره اسر ساس قتل ابتارو ابتارو ولا تع عبد و... الكريم سما مريم بعدين لما جاب بيت سماها مريم لعلوك في معارك تاع استقلال تخلين كاين في بارك اللي كان يحددوا كان يواجه المعارك ده في قبل 60 اللي مات فيها تخلين المهم لما سمع عمر جماعه من اهل القرى الثانيه قال لي يا اخي دول اخوانكم كل الناس اللي شفناهم اخوانكم اخوان اخوانك قالوا اخوانك قالوا لي اللي أيوة تريدي أيوة. اصل ما فيهم ذول غريب ذو غريبه بلغوه طلقوه ايوه قال ما انا ما عندي اخوان قال برضه هو كان شجاع هو <applause> اشجع واحد شاهد أيوة. ايوه قال ما عندي إيه اخوان أيوة. ايوه اخ خارج عن القانون انا قال عبد الكريم ده حشد راسه ايوه جاء الثلاثه دول لما المشوا هناك ايوه اول فاجئهم درب ضرب عليهم تلقى قتل قتل عمر عمر محمد أمر عمر ايوه عمر محمد عمر اي عمر محمد بتاع بتاع ميلاد منتا الرجل قلت لك من ميلاد منطقه قريته وضرب احمد ابراهيم الشهيد في رجله أيوة. بس خفيفه ايوه حس ذاك استشهد وديلاك رجعوا ذاك احمد ابراهيم رجع وصعد وضع ضاع صعد اخذ طريق ثاني ايوه لانه اصلا هم دخلوا عليهم ايوه ده هجموا عليهم دخلوا لما أيوة. هجموا عليهم وقبضوهم في, قا... في في... هي عباره عن قابات ب... أيوة. اشجار ويخ... طلع هناك وصادوا هو الدليل حق في المنطقه ذيك ما في حد يعرف قاعدته هذا غيره هو الدليل أوه. الدليل راح دليل راح المعركه بدات وشدة طبعا في ناس عبد الله داوود عبد الله داوود ايوه وناس حم النقوص موجود حم جرح انجرح واحد اسمه محمد عمر ابرهم تكسر يده وعسرت المعركه بشكل نحن إيه اتذكر انا, أنا وابراهام طولتي ومجموعه في لما تحارب في في عدو خلف مجموعه تكون تواجه تواجه الخلف تشوف فرق خلف عشان عدو ما يعجبنا والمجموعه تكون قدام توالد اذا في حاله انسحاب كمان لحد ما ينسحبوا الجماعه هذول الثانية تحل محله اذا كان ابراهام تولدي كان معاك انا ابراهام تولدي كنا مع بعض في واحد عجيب اسمه كان معانا مجموع كنا اسف مجموع هنا مجموعة بقى. محا محا بقى. مع بعض مع 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 بعض كنا في واحد جاء ما اعرف تعمه قبل سنه عمر كان جاء اعتقد كلفه يعرف عدد المنطقه هذا الناس حتى القوات حقنا ايوه قاعد كذا هو عاوز يهرب امم كله زود عاوز يهرب ما اعرف محملين انه سكر قال لي كذا شايل ايوه بس هذا كذا هو يكب عشان تسهل له اللي بعتقد المهم اللي عاوز اقوله الجيش جيش عمر بعد ما وصل الى الى التقهقر جابوا جيش من الطايح بوليس بوليس كل البوليس عمر لسه عايش لسه عايش ايوه ايوه قبل أيوة. قبل أيوة. ما يموت أيوة. بعد ما مات اصلا حصل تراجع طيب نمشي كي... نمشي زي ما كنت تحكي انت ايوه ايوه تفضل من عند القيح جاب بوليس كل البوليس جوا انا اتذكر اثنين اخوان واحد كان معانا في في البوليس وفي في الجبهه واخوه جاي من عند القيح من دون اللي... تعرف اسمه تذكر اسمه؟ ايوه ايوه تسأل عز أذكره تذكره آه أعرفه أعرفه أوكي أعرفه آه آه أخو أعرفه أخوه وأعرف الراجل بالعرض أيوة. قاعد يعني أكيد أوكي المهم هو بعد عنده عذر جابوه بقوة أيوه جابوه بقوة بقوة حصل جو أعداد كبيرة أيوه من من البوليس وحاسب معرض طاحنة في الأخير عمر أختي 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 اخذوا حق البندقيه حقته سلبوها الجماعة هناك عبد الله داوود انضرب في يده لما مشى ياخذ انتم قوه قليله هم قوه كبيره هم جيش سلاح عنده امداد وعنده قوه دفاع هم اللي باغتوا في موقع الدفاع الى ان تم اغتيال قائد المجموعه اللي هي تقود هذه المعركه. أشكرك بهذا اللقاء والتصوير الرائع لهذه المعركة. اسعدتم مساءً وأينما كنتم ونختم هذه الحلقة ونعود إلى رحلة المناضلين في المنطقة الثالثة وما جههم من ما واجههم من تحدي وصعاب. تنفيذ لفكره احتلال النظام. أيوة الدوله ذاتها الدوله ذاتها الدوله ذاتها يحتاج الى نحن بكره نحتاج الى السلح المجتمعي نقعد الناس اللي تدرت من هذا نقعد ده اللي حصل في جنوب افريقيا زي جنوب افريقيا والى اخره نقعد دلوقتي. طبعا تبادل النيران حصل هذا الحريق وايضا البهائم اتبعزلت وحصل في الاخير حرب القادة القائد والسلامة. حركنا هناك، احنا جينا يمكن أخذنا ساعة وكم تسع المعركة مستمرة، جينا من الخلف، درب القوة اللي كانت ماسكة التبة دي، نزلناها دي